احنا اليوم تواجدنا كائتلاف جمعياتي باش نظهروا على انه القانون باش يتطبق. اليوم احنا في تونس كما نعرفوا الناس الكل عندنا برشا قوانين ومحلاهم ومن بينهم، اما كي تجي تشوف الواقع ديما تلقى واقع بعيد على القانون، واقع العنف المسلط على النساء واقع ياسر مريء. تطبيق القانون ساعة الحاجه الاولى لازمته فلوس. عنا قانون وش بدا يتطبق في فيفري ما ريناش في الميزانيه، ميزانيه 2018 ما ريناش ميزانيه للقانون، دونك هذا البوان الاولاني اللي خلينا متحيرين. الحاجه الثانيه هي القوانين الترتيبيه اللي ماذا بينا تصدر ويلزمها تصدر قبل نعرف الوزاره بدات تخدم فيها، ما كان ماذا بينا يكون تشريك اكثر للمجتمع المدني باش نشوفوا عن قرب شنو الحاجات اللي باش تتقى. الحاجه الاخرى كل ما هو وقايه واجراءات ضد التمييز هو ذاك اللي لازم يتعمل، فما حاجات منهم تناولها القانون هذا وحاجات اخرى مازلنا يلزمنا نواصلوا الخدمه عليهم. النص اللي خرج في الرائد الرسمي يقول راهو القانون باش يطبق 6 شهور بعد ما ينشر في الرائد الرسمي، دونك توا احنا نستناه في القانون، لكن القانون وحده انت تعرف انه ما يكفيش، يلزم نصوص ترتيبيه تصدر عن الوزارات المعنيه بتطبيقه، مثلا يلزم وزاره الداخليه تصدر مناشير توجهها الى وحدات الحرس الامني ولا الامن. علاش المناشير هذه؟ على خاطرها يلزم تعطي تعليمات من اجل تاسيس داخل كل مركز امن والمنطقه وحده مهتمه بالعنف. في مجال القضاء زاده يلزم تكوين قضاة خاصة مختصة في العنف، يلزم تفكير في كيفية التعهد بالنساء ضحايا العنف وكيفية سواء كان ذلك من قبل الوزارة أو الوزارات المعنية أو من قبل منظمات المجتمع المدني. فيما يتعلق بالإيواء، كيف سيتم إيواء النساء؟ من سيتولى الاعتناء بالنساء اللي هم ضحايا العنف والتفكير في إيوائهم؟ يعني فما نصوص يلزمها توا تخرج باش يطبق القانون. مسألة التعهد هذه من أصعب المسائل لأنها هي إمكانيات مادية يلزم الدولة ترصدها، ولكن فما زاد نجم نقولوا فما إمكانيات حتى خارج تونس من خلال المجتمع المدني، وهذاك علاش كان فما آلية أساسية اللي يلزم اليوم الدولة تعملها هي آلية الشراكة مع المجتمع، آليات الشراكة مع المجتمع المدني. اليوم غاب، أنا بكل صراحة اليوم أتأسف أنه ما فماش حتى ممثل من الحكومة، في حين احنا اليوم نحكيو على شراكة بين المجتمع المدني والمؤسسة الدولة، ولا يمكن مقاومة هذه الظاهرة بدون شراكة واضحة وشراكة متينة وشراكة قائمة على فقط حاجة، أن معركة معناها القضاء على كل أنواع العنف ضد المرأة هي معركة مشتركة. المرصد الوطني يلزمه أمر، يلزمه أمر ترتيبي باش نعرفوا كيف سيتركب المرصد. إن شاء الله المرصد من جهة يكون متنصف ليس فقط بين النساء والرجال، ولكن كذلك بين ممثلين وممثلات على المجتمع منظمات المجتمع المدني وممثلين وممثلات على الوزارات. هذه المرصد لازم في أقرب وقت قد بشي ساهم هو في رصد حالة العنف، وأكثر من هذا بشي يكون عنده دور يتدخل، وكل ما فما أخطاء كل ما فما ربما مسار غلط بشي يكون موجود، وخاصة بشي تكون هناك كمان دراسات اللي باش تثبت مدى وتعير قديش تقدمنا وقديش ما تقدمناش، وفما تقييم كل مره للمسار كله الوقائي والجزائي والتعهد. راهو الوقايه هي اهم من اهم كل شيء. معناها ماذا بيا ما توصلش لمراه يقع معناها تعنيفها باي نوع من انواع العنف، حتى نمشيو للعقوبات حتى نمشيو للتعهد. اعطيني وقايه، اليات وقايه معناها جات في القانون نفسه دي من خلال التدريب، من خلال الاعلام زاد عنده دور كبير في نشر ثقافه احترام حقوق الانسان بصفه عامه وحقوق المراه والحرمه الجسديه والنفسيه للمراه. يلزم العمل على العقليات، خاطر الناس الكل مانيش نحكي كان على القضاة والأمنيين والأطباء والأساتذة وكل المواطنين بصفة عامة
مطالبين باش يعرفوا القانون، على خاطر نورمالمون كل واحد لازم يعرف القانون، وفما مبدا تعرف بالفرنسي يقولك نول ليسونسي ignorer la loi. اما زادا فما حاجه انه النساء يلزمها هي بيدها باش تحمي نفسها تعرف القانون، يلزمنا نعملوا عمليه توعيه تحسيسيه تجاه النساء باش يدركوا القانون ويعرفوا انه بامكانهم الاحتماء بالقانون وقت يكونوا ضحايا عنف.